السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة
فَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. بسم الله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة
وليتبروا ما علوا تتبيرا. وليدخلوا المسجد إذا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بسم الله لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأن حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَبَةَ أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين
ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما وما أدراك ما العقبة وما صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آخر الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.